أحبابي، خلق الله جل وعلا الخلق لعبادته، فقال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهم يتفاضلون في هذه العبادة وفيها يتنافسون، وقد فضل الله جل وعلا بعض الأزمنة على بعض، وبعض الأمكنة على بعض، وبعض البشر على بعض، ومنح عباده فضلا منه ومنة وتكرما هذه المواسم ليتزودوا منها في طاعتهم وعبادتهم. ومن هذه المواسم شهر رمضان المبارك، وفضل الله جل وعلا العشر الأواخر من رمضان على غيرها، وخص منها ليلة هي أفضل ليالي العام على الإطلاق. هذه الليلة هي ليلة القدر، وهي في رمضان، بل هي في العشر الأواخر منه، العمل فيها يعدل العمل في ألف شهر من غيره. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعظم هذه العشر، فكان يخلط العشرين الأولى بصلاة ونوم، ثم إذا دخلت العشر الأواخر من رمضان شمر وشد المئزر وأيقظ أهله وأحيا ليله. كان عليه الصلاة والسلام يعظم هذه العشر الأواخر من رمضان كثيرا، فكان إذا دخلت هذه العشر اعتكف في مسجده وانقطع عن الدنيا واعتزل الناس، مع أن الناس محتاجون إليه، فهو النبي والرسول والمفتي والموجه والمرشد، وهو كل شيء بالنسبة للصحابة. ولكن مع ذلك كان عليه الصلاة والسلام إذا دخلت هذه العشر الأواخر ينقطع عن الناس وينقطع عن الدنيا ويتفرغ لعبادة ربه سبحانه طلبا لليلة القدر التي هي خير من ألف شهر. ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر من رمضان ما لا يجتهد في غيره. وفي حديث آخر قالت: كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. وإنما كان النبي عليه الصلاة والسلام يجتهد في هذه العشر ما لا يجتهد في غيرها لسببين: السبب الأول أن هذه العشر هي ختام الشهر والأعمال بالخواتيم، فقد يكون الإنسان فرط في أول الشهر وفي وسطه فيستدرك ما حصل منه من تفريط في هذه العشر، والأعمال بالخواتيم. وثانيا من أسباب اجتهاده عليه الصلاة والسلام في هذه العشر تحريا لليلة القدر، فإن ليلة القدر في العشر الأخير من رمضان